ازاي تخلي ابنك ينطق الادوات المدرسيه بتاعته بالانجليش؟ اول حاجه لو هو عنده كتاب هنقول عليه ايه؟ بوك بوك بوك. طيب ليه يا مس انا ما قلتش بوك؟ مش دول دبل او والمفروض ان انا اقول يعني لونج او؟ لا، الكلمة دي من الكلمات برضو شواذ القواعد، اللي هي زي كلمة book، زي كلمة would، زي كلمة good. ما اقولش good ولا book ولا would. يبقى كلمة book هنقولها كده خطف الاو، هنقول ايه؟ book book book. يبقى كتاب يعني book، كتاب يعني book. طيب عنده اسمها شاربنر شاربنر شاربنر. احنا قلنا الاس اتش هتتقال ش، والاي طبعا ار ار، شار شار شار، وفيها كلمة بن على فكرة، بن 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 اللي هو القلم. احنا انا بحفظها للطلبة عندي بالطريقة دي، بقول له المقاطع بتاعت الكلمة. يمكن كلمة شاربنر فيها 3 syllables اللي هي 3 مقاطع صوتية. أول حاجة اللي هي الجزء الأول اللي هو شار، وبعد كده بان وار اللي هو شارب نار، اللي هي زي ما مكتوبة قدام حضراتكم كده شارب نار اللي هي البراية. بعد كده عندنا اللي هو بانسل بانسل بانسل. محدش يقول لي بنسل، نو اتس رونج. هنقول ايه؟ بانسل. الايه هنا هتتقال ايه، وهنقول ايه؟ pencil pencil. عندي السي في الجزء الثاني ما بنطقهاش ك لاني واقع وراها الاي، فاقولها سي. يبقى pencil pencil. يبقى دي برضو السي لما تيجي وراها الثلاث حروف اللي احنا قلنا عليهم الاي والاي والواي، الثلاث حروف دول لو كم ورا السي انا برجع لصوت السي هقول س. يبقى pencil 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 اللي هو القلم الرصاص. عندي برضو اللي هو pan pan pan. محدش يقول لي بن، it's wrong. يبقى القلم الجاف اسمه ايه؟ pan 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 pan. يبقى ال p هنطقها زي يعني صوتها كده الصح، p p p pan p p pan pen اللي هو القلم الجاف. طبعا ليه حرية الرأي برضو ان هو يقول القلم الجاف بتاعه. ان كان قلم ازرق هيقول طبعا ايه؟ هيقول اللون الاول ويقول اسم القلم بعدها. هنقول ايه؟ بلو pen بلو pen يعني قلم ازرق. اما القلم الاحمر طبعا بيبان من الغطاء بتاعه او اللون بتاعه هو بيكتب، هنقول ايه؟ red pen red pen red pen اللي هو القلم الاحمر. وهكذا. يبقى كده انا بدمج برضو، بعمل مهارة تانية ان انا بدمج الالوان مع ايه؟ مع الادوات المدرسية بتاعته. نيجي مثلا لو انا هقول على القلم ده ايه لونه، هقول ايه؟ green pencil green pencil green pencil. يبقى قلم رصاص لونه ايه؟ اخضر. green pencil. عندي الاستيكة اسمها ايه الاستيكة؟ اسمها eraser eraser. وكمان في ليها اسم تاني اللي هي rubber rubber اللي هي الاستيكة برضو. يعني علشان تعرف بس ان مع ليها كلمتين eraser eraser. هنا الاس ما تنطق، هنا الاس ما تنطقتش س، نطق ز. ليه نطق ز؟ لانها وقع بين حرفين متحركين. الاس لما تقع بين حرفين متحركين فالحالة دي هنطقها ز بالصوت ده زي الزي. يبقى إريزر 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 اللي هي الأستيكة. عنده آخر حاجة اللي هو طبعا بيحط فيها الأدوات دي كلها اسمها pencil case pencil case اللي هي المقلمة pencil case pencil case. يبقى هي المقلمة. وآخر حاجة خالص اللي هي بتحتوي الحاجات دي كلها اسمها bag اسمها bag اسمها باج اللي هي الحقيبة أو الشنطة. يبقى تاني كده مراجعة من الأول، الكتاب اسمه باك، الكتاب اسمه باك، قلم رصاص اسمه بانسر، قلم جاف اسمه بان، مسطرة اسمها رولار رولار رولار. طبعا شايلة مقطعين زي ما سامعين كده، رولار
رولر اللي هي المسطرة. دي كل أدواته المدرسية اللي هو ممكن يتعامل معها في السكول. يبقى سكول باج فيها إيه بقى؟ السكول باج فيها بنسل، فيها إريزر، فيها شاربنر، فيها بنسل، فيها بن، فيها بنسل كيس، فيها برضو البوك. ألقاكم على خير مع فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.